ظهور الدعوة الشيعية بالجزائر. ظهرت هذه الدعوة الشيعية بالجزائر أول مرة في وادي الرمل بنواحي قسنطينة ما بين مجانة وسبيبة، وكان ظهورها على يدي رجلين كلاهما جاء من الشرق سنة 892، موفدا من طرف جعفر الصادق لبث الدعاية ضد الخلافة العباسية القائمة يومئذ ببغداد وخلافة الأمويين بالأندلس والمغرب، ونشر مبادئ الشيعة التي ترمي إلى إقامة الخلافة الإسلامية في آل البيت. فقاما بهذه الأوساط المغربية يعملان على تنفيذ خطتهما إلى وفاتهما، فخلفهما من بعد أبو عبد الله الشيعي بكتامة، وهو الذي قضى على مملكة الأغالبة شرقا وبني رستم غربا. ومن بين الأئمة الإمام أبو الحاتم أو أبو حاتم، هو يوسف بن أبي اليقطان جاءته البيعة إثر وفاة والده سنة 894، وهو متغيب بجيشه في حماية القوافل، فعاد إلى العاصمة مسرعا لتحمل أعباء المملكة، وكان رجلا وسيما حبيبا كريم السجايا والأخلاق، مدربا على إدارة شؤون الدولة وتنظيم شأن الحكومة. وبعد سنة من ولايته خرج عليه عمه يعقوب بن الأفلح، وكان يكره الإباضية مع شذوذ فيه، وجمع حوله طائفة من أهل تيهرت ومشيختها، فأقصاهم الإمام عن العاصمة ثم عادوا فاقتحموها عليه وأثاروا بها فتنهم. ويومئذ خرج أبو حاتم عن عاصمته فاجتمع إليه أنصاره فزحف بهم إلى العاصمة وضرب عليها الحصار مشددا عليها الخناق، إلى أن اضطر أهلها إلى طلب الكف عنهم والمهادنة، فكف عنهم الإمام على أن يسلموا إليه رؤساءهم وكبراءهم فأبوا، وحينئذ عادت الحرب إلى ما كانت عليه من قبل، وبايعوا عمه يعقوب بن أفلح. الإمام يعقوب بن أفلح بويع وهو بأرض زواغة غربي طرابلس، فأسرع من حينه إلى العاصمة تيهرت فقاتل بها أبا حاتم، ودامت الحال على ذلك مدة 4 سنوات، إلى أن سعى ذو الوجاهة والفضل في الصلح بين الطرفين، فانتشر السلم بالمملكة 4 أشهر. وفي أثنائها عمل أبو حاتم على استمالة القلوب إليه واكتساب المودة، فمالت إليه الرعية وانقلبت على عمه يعقوب فخلعته، فذهب حينئذ إلى حيث كان بجهات طرابلس، وطال به أجله إلى أن شاهد سقوط تيهرت بيد الشيعة العبيديين، فارتحل إلى بني ورجلان ورقلة حاليا، وهنالك عرضت عليه البيعة فأبى لما علمه من ضعف الرستوميين أمام الشيعة، وقال يومئذ لا يستتر الجمل بالغنم، ومات هناك. عاد بعده أبو حاتم في هذه المرة إلى قمع الفتن وتسكين الثوار، ورفع شأن العلماء على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم، والعناية بإصلاح البلاد ونشر العدل والأمن بين الناس. فجاءته وفود الخطباء والشعراء قائمة بين يديه، وأخيرا تآمر عليه منافسوه من بني عمه وإخوته فقتلوه سنة 906. وفر حينئذ أبو سليمان بن يعقوب بن عم ابن حاتم إلى ورجلان ورقلة حاليا، وبايعوا أخاه اليقظان، وهو ابن اليقظان محمد، تولى الإمامة وأيام دولته ذاهبة،
والحكومة مضطربة، فعاش مهدد الجانب مختل النظام، ولم تطل أيامه حتى دخل عليه أبو عبد الله الشيعي فقتله في خاصته وجماعة من أهل بيته في شوال سنة 909، وذلك بإعاز ومؤامرة من وجوه الرعية. كان أهل المغرب العربي في صدر الإسلام يسيرون في عقائدهم وعباداتهم حسب ما يرشد إليه الكتاب والسنة وما ورد في ذلك من الآثار عن السلف الصالح، من غير انتماء إلى أهل مذهب أو طائفة أو فرقة أو نحلة، إلى أن قدم عليه جماعة من المشرق ممن تشبعوا بآراء أهل العراق، فكانوا يرون رأي أبي حنيفة وأصحابه مثل عبد الله بن عمر بن فاروق الفارسي وأسد بن الفرات قاضي إفريقيا، فنشروا مذهب الكوفيين بإفريقيا، وهكذا إلى أن تولى سحنون بن سعد القضاء فنشر مذهب مالك. وكان الخوارج يومئذ ممن وفدوا على المغرب مختفيين، فنشروا هم كذلك عقائدهم ومفاهيمهم ومذاهبهم من النكارية والصفارية والإباضية، وكان ابن رستم مؤسس هذه الدولة على مذهب الإباضية، فوضع قواعد دولته على أسس مذهبه الخارجي، وكان مع ذلك هو وجميع من خلفه على عرش تيهرت متسامحا مع جميع أهل المذاهب الأخرى من أهل الرأي وغيرهم، فقد كانت المناظرات والمباحثات العلمية تعقد بين أيدي الأئمة للنظر والجدل في مسائل الاعتقاد وغيرها، وذلك بصدر رحب. ورغم ذلك فإنه وقع شيء من التنازع المذهبي بين النكارية والإباضية على عهد الإمام عبد الوهاب، وهو في الحقيقة نزاع سياسي لا ديني، سببه التهالك على الرئاسة من أصحاب المقاصد والمنافع الشخصية، وهو الذي كان سببا في فتح باب الطعن في الإمام والإنكار عليه، وقد أدى ذلك إلى وقائع دامية. وهكذا حب الرئاسة مهما دخل شيء إلا وأفسده. ليس هناك دولة من الدول الإسلامية الجزائرية كانت تداني حضارة هذه الدولة فيما بلغته من الرقي والازدهار المادي والأدبي سوى حضارة الدولة الحمادية التي تلألأت أنوارها بالقلعة وبجاية. فلقد بلغت تيهرت يومئذ شأنا عظيما من المدنية والعمران ومن توفر أسباب الحضارة والرفاهية، حتى إنها كانت تشبه وتقارن بقرطبة وبغداد ودمشق من عواصم الشرق اللامعة، حتى إنها كانت تدعى بعراق المغرب، وكان بها من القصور العالية والمنازل الرفيعة والحصون الحصينة والعمارات والمساجد والمنتزهات ما يشبه منشآت هذه البلاد، وسكن بها من أهل الكوفة والبصرة والقيروان والأندلس وبلاد العجم وغيرهم من أرباب الصناعات والحرف والفنون الجميلة عددا وافر. وكان في من وفد على الجزائر يومئذ من أكابر أعيان المشرق عبد الرحمن الداخل صقر قريش، فلقد حل بها مستجيرا ببلاط أئمة تيهرت وملوكها الرستوميين، وتقلب بين قبائل البربر هنالك إلى أن استقر عند قوم من زناته قبل انتقاله إلى الأندلس. ولا ننسى أن أمه كانت بربرية، وقد كان بالجزائر العلماء والأدباء ما يحق لها أن تفتخر بهم يومئذ على البلاد،
مثل الفضل أحمد التاهرتي ومشاهير بيت آل الطبني زيادة الله وسعيد بن واشكل التاهرتي وبكر بن حماد الشاعري. ويكفينا في الاستدلال على ذلك نبوغ أمثال يهوذا بن قريش التاهرتي في القرن الرابع هجري، فإنه كان متضلعا في كل من اللغات العربية والعبرانية والإيرامية والفارسية والبربرية، وحاول المقاربة بين بعضها، وهو الواضع لأساس النحو التنظيري، وله في ذلك كتاب موجود بمكتبة أوكسفورد في بلاد الإنجليز، هو من أنفس ما كتب في هذا الموضوع. وقد كان أئمة هذه الدولة ورؤسائها يعقدون مجالس العلم والتعليم، يعلمون الناس ويلقون عليهم بأنفسهم دروسا عامة بالمساجد في فنون من العلم مختلفة، وفيهم من يقول الشعر أيضا. ولهؤلاء الأئمة والولاة عناية شديدة بجمع الكتب النادرة وجلبها من أي مكان كانت، فتكونت لهم بذلك خزانة دار الإمارة المشهورة بمكتبة قصبة المعصومة، وكان فيها من نوادر المخطوطات ونفائس الكتب ما يؤسف لفقده اليوم. ولقد فقدت هذه الخزانة العامرة في حوادث الاحتلال الفاطمي، ويقال عنها أنها كانت تشتمل على 300,000 مجلد. وبينما الحال على ما وصفنا في الجزائر ازدهارا، إذ كان شارلمان إمبراطور فرنسا الأكبر في القرن الثاني الهجري والثامن الميلادي يحاول أن يتعلم ويتحبب إلى الآداب تحببا ساذجا، كما يحب غير المتعلمين أن يروا أحيانا السطور المكتوبة، وكانت تشبه آداب عصره أدب صبيان المدارس وتمارينهم اليوم. بل لم يكن في غالية فرنسا حاليا شيء يشبه الأدب، ولقد فقد منها على عهد شارلمان وبعده بزمن طويل كل اهتمام بشيء يقال فيه الثقافة العامة. كما أن مملكة تيهرت كانت تعد إحدى محطات العالم الاقتصادي الكبرى، فهي واسعة الأخذ والعطاء، فكانت الحبوب والأزهار بأنواعها تزرع بأرض الجزائر، والأسواق ملأ بمختلف البضائع والمصنوعات، وكانت طرق القوافي المعبدة متصلة بصحراء إفريقيا وبلاد السودان شرقا وغربا. وراجع كتاب البكري المسالك والممالك صفحة 66 إلى 69، وهذا الكتاب موجود على النت، سهل الرفع كما أنه سهل القراءة وواضح. وراجع كذلك تاريخ الجزائر العام، ستجد فيه هذا الكلام إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من الدولة الرستومية، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثالث، ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحلقات حتى تعم الفائدة الجميع.